اتقالت 3 مرات وكأنك بتنشد او بتشجع، او المعنى اللي كنت عايز توصله او الرسالة اللي طلعت من قلبك. يعني الاهلي معروف، الاهلي عايز اقول لك حاجة ويمكن سر اقول اول مرة، ما في اي معلق على وجه الارض لا يتمنى ان هو يعلق النادي الاهلي، كله يتمنى هو يعلق النادي الاهلي سواء مصري او غير مصري، لان عارف قيمه النادي الاهلي، عارف شعبيه النادي الاهلي، انت خبره عارف كبيره اسمه في المجال وكيان النادي الاهلي، فاهمني؟ انا في الاي ار تي راديو وتلفزيون عرب كان كل المعلقين زمان اللي هم غير مصريين يعني نفسهم يعلقوا على الاهلي، نفسهم يعلق الاهلي في افريقيا، نفسه يعلق النادي الاهلي في كاس العالم الانديه. فبقول له ليه؟ يقول له مصر الاهلي يعني قوه، الاهلي يعني جماهيريه، الاهلي يعني شعبيه، فاي معلق يتمنى يعمل شعبيه في مصر عن طريق النادي الاهلي. ده حقيقي فعلا، وده اللي حصل لكثير من الزملاء خلال السنوات الماضيه، لان النادي الاهلي دايما الحمد لله بيشرفنا، بيرفع راسنا، دايما صاحب بطولات وانجازات على الصعيد المحلي وعلى الصعيد القاري. النادي الاهلي طبعا دايما مبادئ في النادي الاهلي، القيم في النادي الاهلي، اخلاقيات موجوده في النادي الاهلي، مفيش مشاكل، مفيش اي حاجه تقل من قيمه النادي الاهلي على مر السنين وعلى مر الزمان. انا من سنه 80 وانا بشجع النادي الاهلي، عمر ما سمعت فيه مشاكل او عمر ما سمعت فيه توتر او فيه قلق ولا اي حاجه. جماهير النادي الاهلي دايما واقفه ورا النادي. ما بقول لك على المره والحلوه معاك، فدي حاجه عظيمه جدا بالنسبه لكيانه وبالنسبه لاسمه وعظمه النادي الاهلي. ابو تماره وسليم، الفكره الناس